شعري شعري شعري. قلبي هيوقف. ايه الغباء ده؟ هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. انا روان داش. هاي، حرفيا يا جماعه كل ما امسك التليفون بتاعي واجي اقلب فيه على تيك توك او انستغرام او الانترنت عامه بيطلع لي اغرب فيديوهات اشوفها في حياتي الصراحه، وهي فيديوهات بعنوان اغرب خدع مكياج في العالم. شفت ناس قبل كده بتعمل الميك اب بتاعها ببروكلي؟ فاحنا النهاردة هنجرب اغرب واغبى خدع تجميل موجودة على الانترنت وخصوصا على تيك توك، وهنشوف لو فعلا خدع الميك اب دي تستاهل الضجة اللي هي عاملاها ولا هي اي كلام. اللي بتمناه فعلا من الفيديو ده ان احنا نطلع بحاجة مفيدة، يعني نطلع بخدعة ميك اب تغير الميك اب بتاعنا تخلينا احلى. قبل ما نبدأ الفيديو جايز، عايز اقول لكم حطوا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوتيوب يبعت لكم اشعار. وتعليقات النهاردة هتكون من البنتين الجمال دول. عايز اقول لهم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن، وانا بحبكم قد الدنيا كلها. ولو انتوا كمان حابين ان التعليق بتاعكم انتوا يطلع معايا في الفيديو اللي جاي، كل اللي عليكم تعملوه هو لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس، واخيرا تسيبوا تعليقاتكم كلها تحت الفيديو علشان هختار تعليقين وهيطلعوا معايا في الفيديو اللي جاي. ودلوقتي جايز خلونا نبدا الفيديو ونجرب اغرب واغبى الخدع التجميليه الموجوده على الانترنت. اوكي يا جماعه، وخلونا نبدا باول خدعه. مستعدين؟ لانه فعلا فعلا اول خدعه، يعني خلوني اوريكم. اول خدعه عندنا هتكون لرسم الحواجب، ازاي تقدري ترسمي حواجبك احسن. سو خلونا نشوف الخدعه دي. اوه ماي جاد. اوكي، حرفيا هتجيب كونسيلر وهتحطه فوق حواجبها، وبعد كده بتبدا ترسم حواجبها عادي جدا، والمفروض انه حواجبها في النهايه هتكون شكلها احسن من الحواجب اللي بترسموها بشكل طبيعي. وطبعا هو ده اللي انا المسكينه اللي قدامكم دي هتجربه دلوقتي. على فكره مش حاطه اي حاجه على حواجبي دلوقتي، مش حاطه اي ميك اب، انا كنت عامله تنت امبارح، يعني صبغاهم امبارح. اوكي طبعا خلوني الاول ابعد شعري. هاخد كونسيلر ودلوقتي هبدا احطه على حواجبي. الله يستر، بجد الله يستر. او ماي جاد جايز، قلبي هيقف. اوكي مش عارفه ليه اتوترت. اللي انا هعمله ان انا هجرب الخدعه دي على حاجب واحد بس، والتاني هنرسمه بشكل طبيعي علشان في الاخر نعرف نقارن. اوكي سو هاخد بيوتي بلندر وهنبدا دلوقتي ندمج. شنو هذا؟ اوكي خلونا نرسم الحاجب. اوكي لحظه، في حاجه غريبه في الموضوع، وهو انه كل ما احاول ارسم اللون مش قاعد بيطلع على حواجبي لانه في كونسيلر. شوفوا جايز والله العظيم قاعده برسم، شوفوا ازاي ما فيش لون بيطلع. يمكن انا حطيت كونسيلر كتير، انه اوكي في لون شويه بس لون خفيف قوي واخف بكتير جدا من لون حواجبي العادي، يعني حاسه ان الخدعه دي خففت لون حواجبي. اوكي جايز دي اسوأ خدعة في الحياة كلها. انتوا شايفين شكل حاجبي؟ يعني شوفوا الحاجب اللي معلوش اي حاجة. انا بالنسبة لي هستغنى عن الخدعة دي تماما وهديها الصراحة سالب 10 من 10. اوكي يا جماعة، وتاني خدعة معنا للنهاردة هي مخصصة للناس اللي مش بيعرفوا يحطوا رموش بشكل صح. المفروض انه الخدعة دي تساعد الناس دول ان هم يعرفوا يحطوا لاشز. نايس. اوكي سو هي جابت اللاش كيرلر اللي هي اللي بتتني الرموش، وحطت فيها الرموش وحاولت تحط الرموش باللاش كيرلر. مخي بيقول لي ان هي مش هتظبط، لكن برضو في حته صغيره في مخي بتقول لي جربيها يمكن تظبط. انا بالنسبه لي شخصيا ما عنديش اي مشكله في تركيب الرموش، بالعكس بركب رموش الحمد لله بشكل كويس، لكن حابه برضو اني اجرب الخدعه دي لانه لو فعلا بتفيد الناس فانا اوصل لكم المعلومه ان هي حلوه وتجربوها انتوا كمان وتستفيدوا منها. سو خلونا نجرب. عندي هنا طبعا اللاش كيرلر بتاعتي، انا مش عارفه دي اسمها ايه بالعربي، بليز قولي تحت في الكومنتس. تانية الرموش، انا مش عارفه هي ازاي عملت الخدعة دي، ازاي؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. انا حاسه ان الخدعة دي هتصعب عليكم تركيب الرموش. ادخلي. 2 hours later. ياي، واخيرا ركبتها، ودلوقتي وهي هنا هحط عليها لزق الرموش. كترت قوي من الجلو بالغلط. اوكي والمفروض دلوقتي ان احنا نلزق الرموش. Oh my god. No 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 no. أسوأ خدعة في الحياة. Guys.
الميك اب باص، الميك اب باص. او ماي جاد، عيني 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 جايز، عيني اتملت جلو اقسم بالله. دي اخرت اللي يمشي ورا فيديوهات التيك توك. بتخيل نفسي كده لو انا مثلا واحده ما بتعرفش تحط رموش وحد قال لي اجرب الخدعه دي، اقسم بالله لا اكره نفسي واكره الرموش واكره الميك اب واكره التيك توك واللي عمله التيك توك كمان. صفر. اللي بعده، اوكي سو الخدعه اللي بعد كده معانا هي خدعه لتكبير الشفايف. Oh my God. طبعا كلنا كبنات بنحب لوك الشفايف الكبيره، سو خلونا نشوف الفيديو ده مع بعض. تاني هنستخدم مع بعض اللاش كيرلر بتاعه الرموش وهنستخدمها علشان نكبر شفايفنا. خلونا نجرب. طبعا الاول همسح الليبستيك اللي انا حطاه ودلوقتي هبدا اكبر شفايفي. هدخل شفتي كده فيها. اوتش، ايه الغباء ده؟ او ماي جاد، انا حاسه ان شفايفي هتتفجر. في اي فرق؟ والله العظيم حاسه ان شفتي اترفعت، شوفوا. اوتش، كبروا؟ هو ما ده تبي وتبي وي وي وي. احب اقول لكم انه فاز معانا النهارده بخدعه كمان زي قلتها. اوكي يا جماعه، سو الخدعه اللي بعد كده هي للناس اللي مش بيعرفوا يرسموا اي لاينر كويس، سو خلونا نشوف الخدعه دي مع بعض. اوكي سو البنت جابت لزق وحطته بالشكل الغريب اللي انتوا شايفينه ده. تيك توك تيك توك يا جماعه، اقول ايه، حطته حوالين وشها وفوق عينيها ودلوقتي هتبدا ترسم الاي لاينر. اوكي سو المفروض دلوقتي ان انا اقوم اجيب لزق والزقه على وشي. تيك توك عايزنا نعمل كده فهنعمل كده. عندي هنا اللزق، وبما انه اللزق بتاعي عريض شويه فهبدا اني اقصه لنصين علشان يبقى ارفع. قبل ما تحطوا اللزق على وشكم على طول لازم الاول تحطوه على ايديكم علشان ما يلزقش قوي على وشكم ويضركم. او Oh my god. Guys اقسم بالله مش قادرة اتنفس. اوكي ودلوقتي هاخد لون اسود وهبدأ احط كده. Oh my god. انا مش قادرة اتنفس. واللزق واجع وشي بطريقة مش طبيعية. كل ده بس علشان ارسم ايلاينر. انتوا متخيلين؟ اوكي ودلوقتي هنشوف النتيجة. Oh my god. اللزق مش بيتشال. او او ماي جاد، او شعري شعري شعري. الحقيقه ان انا عندي مشاكل كتير قوي مع الخدعه دي. اولا ممكن نتكلم عن الميك اب بتاعي ازاي اتوسخ. من ناحيه الايلاينر فيس طلع لنا ايلاينر، بس انا حاساه ايلاينر بايظ الصراحه مش هكدب عليكم. شفت المثل اللي بيقول لك جت كحلها عملتها؟ هو ده بالظبط اللي انا عملته دلوقتي. انا لو مكانكم مش هعمل ايلاينر خالص. مفيش اي حاجه هتحصل في الحياه لو خرجنا من غير ايلاينر عادي. اوه ماي جاد، اوكي انا جبت العيد، جبت ام 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 العيد. ستوب ستوب، ده مش ايلاينر، ده ديل دولفين. خلونا نكمل. اوكي والخدعه اللي بعد كده هي طريقه سهله جدا وبسيطه بنحط بيها الروج بطريقه جديده. فهي هنا خدت الفلوس او اللي هو السلاكه بتاعه السنان وحطت شويه من الروج على الفلوس وبدات ان هي تعمل زي خطوط. دي للناس اللي تقريبا كده ما بيعرفوش يتحكموا قوي في رسمه شفايفهم، فالمفروض ان دي تسهل عليهم الرسمه. وهستخدم ليبستيك باللون الاحمر علشان هي استخدمت احمر، سو انا كمان هستخدم احمر وهبدا اني احط شوية من الليبستيك على الفلوس. او ماي جاد، انا ليه حاسة قاعد بيوسخ شفايفي؟ شوفوا ازاي فوق شفايفي توسخ. مش عارفة اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، بس انا بقلد الفيديو بالظبط. اوكي ودلوقتي هنحط الليبستيك. جايز شايفين الروج ازاي طالع بره من كل حته حرفيا؟ اوكي هاخد قطن تودان وهبدا اني انضفه.
والله يا جماعة الخدعة مش سيئة تصدقوا. حاسة ان شكل الروج دلوقتي بعد ما تنظف بالقطنة بقى شكله احسن بكتير. اوكي بصراحة بحس انه دي فعلا ممكن تفيد الناس اللي ما بيعرفوش خالص خالص، يعني اللي هم ما بيعرفوش خالص يحط روج، فهنديها 6/10. اوكي يا جماعه شلت الميك اب لانه اخر خدعه عندنا محتاجه ان احنا ما نكونش حاطين ولا نقطه ميك اب على وشنا، وعلشان كده شلته. انا زهقت من كتر ما بفتح التيك توك وبلاقي الفيديو ده قدام وشي، فكل مره حرفيا كل مره بفتح فيها لازم اشوف الخدعه دي. دي المفروض ان هي تكون خدعه نعملها قبل الميك اب. انا بصراحه مش عارفه ايه هدفها، بس اتوقع ان هي بلاش. وطبعا هرفع شعري وهاخد الليبستيك الاحمر ده، بجد خايفة. او ماي جاد. وحطت على مناخيرها وكمان هنا. اوكي يا جماعة دلوقتي هبدأ اني ادمج. او ماي جاد جايز، نو واي، الله يخرب بيت ام التيك توك. اوكي خلونا نحاول دلوقتي نحط فاونديشن. بجد ناقص لي بس خطوط سودا على وشي وابقى سبايدر مان. جايز الفاونديشن قاعد بيتحول للون الوردي، انتوا شايفين؟ مين بيخترع الحاجات دي؟ انه مين ممكن يعمل كده في وشه عمدا؟ المشكله ان البنات اللي بيجربوا الحاجات دي على التيك توك النتيجه بتاعتهم تطلع حلوه قوي. شكلي كده هعيش طول حياتي بوش لونه احمر. A few moments later. Guys وشي اقسم بالله ما راضي يطلع يا جماعه، مش عارفه اعمل ايه. حاولت بكل حاجه حرفيا، وغبائي ان انا حطيت الروج اللي مش بيتمسح. شوفوا جايز. اوكي هروح اغسل وشي لانه الوضع بقى خارج عن السيطره. وبكده جايز هنكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى تكونوا حبيتوه. بليز جايز ما تطلعوش من غير ما تعملوا لايك على الفيديو. اللايك حرفيا مش بيكلفكم ولا اي حاجه غير ان هو بس بيشجعني وبيخليني اتحمس اعمل فيديوهات اكتر. سو بليز اعملوا لايك، وكمان اعملوا سبسكرايب لقناتي وفعلوا جرس الاشعارات علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم اول باول. وبس جايز ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.